السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة غادي نشوفوا الجزء الثالث من أغنية الأرض، النص المسترسل، أغنية الأرض لمستوى السادس ابتدائي. أولا أتذكر بخلاصة الجزء الثاني من النص. قلنا في خلاصة الجزء الثاني أنه مضمون الجزء الثاني: استمر النقاش الدائر بين الطفلين وأمهما، فقد عبر كل واحد منهما عن وجهة نظره بخصوص التغيرات المناخية وأسبابها، وتفاعلت الأم مع انشغالات ابنيها وقلقهما على مستقبل الأرض. هذا هو التلخيص ديال الجزء الثاني. هنا نتمم الجزء الثالث. أقرأ الجزء الثالث من النص قراءة صامتة. هنا خصنا نقرأ النص، الجزء الثالث من النص قراءة هامسة، وأحدد معاني الكلمات التالية. غنشوفوا المعنى ديال الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، تضافر. نبدأ أولا بالطاقة الشمسية. هنا التلخيص ديال معنى الطاقة الشمسية: هي الطاقة المنبعثة من أشعة الشمس بشكل رئيسي على شكل حرارة وضوء، وهي نتاج التفاعلات النووية داخل النجم الأقرب إلينا وهو الشمس. ولهذه الطاقة أهمية كبيرة في الكرة الأرضية والكائنات الحية الموجودة على سطحها، وتعتبر كمية هذه الطاقة الناتجة عن تفوق بكثير متطلبات الطاقة الحالية في العالم بشكل عام. وإن تم تسخيرها واستغلالها بشكل مناسب فقد تلبي جميع احتياجات الطاقة المستقبلية. هذا هو الشرح ديال الطاقة الشمسية. نشوفوا الشرح الموالي، شرح الطاقة الريحية. شرح الطاقة الريحية: وهي طاقة الرياح، هي شكل من أشكال مصادر الطاقة المتجددة تحول فيها توربينات الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة ميكانيكية أو كهربائية، وتستخدم هذه الطاقة لتوفير القوة اللازمة التي تحتاجها العديد من المجالات المختلفة كالصناعة والزراعة وغيرها. هذه هي الشرح ديال الطاقة الريحية أو المفهوم ديال الطاقة الريحية. نمر إلى المفردة التالية وهي تضافر. معنى تضافر: تضافر أو تضافر على كذا أي تعاون. تعاون هو التعاون، تضافر هو التعاون. أفهم وأركب وأفكر. أفهم وأفكر: ما الشخصية الجديدة التي انضافت إلى هذا الجزء من النص؟ شنو الشخصية اللي تزادت في هذا الجزء الثالث؟ الشخصية الجديدة التي انضافت إلى هذا الجزء هي شخصية الأب. بما ساهم الأب في موضوع النقاش وبما ساهمت الأم؟ ساهم الأب في موضوع النقاش بفكرة استبدال الطاقات الضارة بالطاقات البديلة. يعني هو قال بأننا خصنا من اللازم أن نستبدل الطاقات الضارة اللي كاينة بالطاقات البديلة، وذكر محطة نور ورزازات أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم. بما ساهمت الأم؟ ساهمت الأم في النقاش بقراءة كتاب حول توصيات أو فرضيات بخصوص إنقاذ كوكب الأرض. كيف يمكن للطاقات البديلة أن تقلل من خطر الاحتباس الحراري؟ يمكن للطاقات البديلة أن تقلل من خطر الاحتباس الحراري لأنها طاقات نظيفة لا ينتج عن استخدامها انبعاث الغازات الملوثة
للهواء. يراهن المغرب على الطاقات البديلة. اذكر بعض نماذجها، يعني بعض نماذج ديال الطاقات البديلة. بعض نماذج الطاقات البديلة وهي الطاقة الريحية، الطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية. أركب وأقوم، أحدد الفكرة العامة للجزء الثالث. يعني هنا مطلوب منا نديرو الفكرة العامة لهذا الفكرة العامة للجزء الثالث. ضرورة استبدال طاقات ضارة بالطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية، والتي يتوفر المغرب على أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بمدينة ورزازات، من أجل حماية الأرض من خطر ذوبان ثلوج القطب الشمالي وارتفاع مستوى مياه البحار. نأبدي رأيي في اقتراح الأب. اقتراح هو هذا، لا بد من استبدال الطاقات الضارة بالطاقات البديلة. يعني هنا غادي نقول اقتراح في هذه المقولة اللي قال الأب، أن خصنا نبدلو الطاقات الضارة بالطاقات البديلة. إن استبدال الطاقات الضارة بالطاقات البديلة والنظيفة يعتبر الحل المناسب لحماية الأرض من الاحتباس الحراري، غير أن الطاقات البديلة ما زالت غالية التكلفة وإنتاجها يحتاج إلى خبرات. نعبر عن مضمون الجزء الثالث من النص بأسلوبي. يعني غادي نلخص النص الثالث أو الجزء الثالث بالأسلوب ديالي. هنا التلخيص، أعبر عن مضمون النص الثالث بأسلوبي. حذر الأب من العمل وشارك في موضوع النقاش قائلا: لا بد من اعتماد الطاقات المتجددة عوض الطاقات الشمسية والريحية، فقد أنشأ المغرب واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بمدينة ورزازات. أضاف نزار بأن الأرض تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تخفيض حرارتها. هذا هو الملخص ديال الجزء الثالث. إلى هنا أصدقائي، نكون سرينا هذا الجزء الثالث، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.